ماذا تفعل في الحالات التاليه؟ ماذا تفعل لو وجدت سحرا؟ قدر الله لا سيما في اخر الزمان كثر السحر وانتشر ممكن الانسان يجد سحر عند عتبه بابه ممكن يجد السحر في بيته وممكن في سيارته وممكن في مكان عمله فماذا يفعل لو وجد سحرا؟ قال العلماء إذا كان هذا السحر الذي وجدته عبارة عن أجزاء أو عبارة عن عقد قم بتفكيك هذه العقد، هذه العقد فكها وحلها أما إذا لم تستطع فكها فقم بحرقه، يعني هذا السحر وش تدير؟ تفكه إذا لم تستطع أحرقه، ربما تخاف، أقرأ عليه القرآن ثم أحرقه فإنك إذا قرأت عليه القرآن بإذن الله لا يضرك ثم قم بإحراقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة النبي عليه الصلاة والسلام سحره في الشعر لكين فالمشتعة فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستخرج السحر السحر كان في البئر وجعل علي يقرأ القرآن ويحل العقد فإذا الخلاصة والجواب إذا وجدت سحرا إذا كان عقد أو أزاء فانك تقوم بتفكيكها والا اقرا عليها القران واحرقها ولا تضرك باذن الله عز وجل